السلام عليكم طلاب، صوتي واضح يمكن؟ واضح عليكم واضح السلام. ترى واضح تمام، الصوت. شكرا. طلاب، نزلت لكم ليكتشر 5، العفو ليكتشر 6، على الجوجل كلاس روم قبل ساعة تقريبا، فما أعرف إذا انتبهتوا عليها أو لا. لكن اللي صار إنه قبل قليل كانت عندنا المجموعة الثانية، فأكو فد خطأ بسيط صححته، نزلت لكم اياها هسه مره ثانيه. يعني اللي اذا واحد بيكم سحب المحاضره قبل ساعه خليه يرجع يسحبها هسه، لان بيها فد خطا صار، راح انبهكم عليه من نجي ان شاء الله. فشي بسيط يعني، فهذه بس حتى تتنبهون عليها، لان اكو بيها تحديث نزل على الكلاس روم هسه حاليا قبل قليل، نزلت النسخه المحدثه. اليوم ان شاء الله راح ناخذ شابتر 4. هذا شابتر 4 راح يكون عباره عن ماده تابعه لل فاينل، يعني مادة امتحان الفاينل إن شاء الله لحد نهاية شابتر 4. فإن شاء الله اليوم راح ناخذ جزء من عندها، والأسبوع الجاي إن شاء الله راح ناخذ الجزء الآخر، ونشوف بعد إذا نحتاج نسوي في محاضرتين إضافية ومحاضرة واحدة نراجع بيها الشغلات خلينا نقول الغير مفهومة، إذا زال عندنا وقت قبل الفاينل. فإن شاء الله خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم راح يكمل عندنا مادة السمستر الأول، تكمل عندنا إن شاء الله. حاليا عندي 27 طالب. تمام، مادتنا اليوم اللي راح نتكلم عليها راح نتكلم عن ما يسمى بالكودينج سيستمز، اللي هي أنظمة التشفير. كودينج سيستمز نظام المايكرو بروسيسور بشكل عام يتبرمج بعدد عدد كبير جدا لا نهائي من اللغات. يعني احنا هاي دائما لغات البرمجه تكون ابجريدد ابديتد، دائما في حاله تطور مستمر. لكن اكو فد مفاهيم اساسيه متفق عليها، يعني في بعض الاحيان يحتاجون الاكسس 3، في بعض الاحيان يحتاجون ما يسمى بالبي سي دي كود، بعض الاحيان نحتاج ما يسمى بالجراي كود. هاي بعض المفاهيم الثابته خلينا نقول تحتاجها في برمجه المايكرو بروسيسور حسب احتياج، يعني حسب موقعها من او حسب الحاجه الها. فاكو انظمه تشفير متعدده كثيره جدا ممكن انه تستخدمها في تشفير البيانات او تحويلها من صيغه الى صيغه اخرى. فاليوم إن شاء الله راح ناخذ طريقة الكودينج، طريقة بسيطة جدا لتحويل البيانات من يعني أو مو بيانات وإنما تحويل الأرقام. إحنا دائما نتعامل ويا الأرقام، فجاي نتعامل وياها من أرقام بالنظام الديسيمال اللي هو النظام الأساسي، إلى طريقة تشفيرها إلى أو تحويلها إلى أرقام أخرى أو إلى أنظمة تشفير أخرى. فاللي راح نتكلم عنهم اليوم راح نتكلم عن نوعيتين أساسيتين، اللي هي الـ weighted والـ non-weighted codes. شنو نقصد بالويتد وشنو نقصد بالنون ويتد؟ الويتد كودز هذه اللي هي الخاضعه الى وزن معين. يعني شنو نقصد بالوزن المعين؟ يعني مثلا عندنا اول وحده اللي هي اسمها هنا البي سي دي، هذه اللي هي مختصر الى باينري كود ديسيمال كود. البي سي دي كود لها فد وزن معين اللي هي اسمه 1 2 4 8، واحنا تقريبا مر علينا لما احنا حولنا من الديسيمال الى الباينري مشينا على هذه السيكونس اللي هي اسمها 1 2 4 8، لكن كانت السيكونس مفتوحه. هنا بالبي سي دي كود هي فقط 1 2 4 8. اوكي، فاليوم راح ناخذ البي سي دي وراح ناخذ انواع اخرى، اللي هي طبعا البي سي دي تابعه لها الكود اللي او الويت الوزن لها هو 1 2 4 8. راح انواع اخرى، مثلا راح ناخذ الكود اللي اسمه 1242، هذا الكود الثاني، هذا ايضا يعتبر ويتد كود. ويتد يعني بي وزن، يعني نمشي على هذا السيكونس اللي ينطينا اياها بالسؤال. مثلا هنا كود اخر من نوع اخر اسمه 632 ماينص 2، هذه ينقري ماينص 2 فالى اخره. فاذا هسه اول نقطتين هذول الاثنين هي عباره عن ويتد كودز، اذا انظمه تشفير ذات وزن لها وزن معين. الحالات الثالثة هي ما لها وزن وإنما بها في قاعدة عامة للحل.
فاليوم راح ناخذ انواع كبار انهم الانواع الاساسيه او مو الاساسيه وانما شائعه، لكن مو معناته انه احنا ما عندنا غير هذه الانظمه، لا احنا عندنا اكثر من انظمه. انظمه التشفير واسعه جدا وفي تطور مستمر وفي تحديث مستمر، لكن قلت لكم هذه هي خلينا نقول الاساسيه او الكومن الكومن بالمتعارف عليه. اول وحده اللي هي الباينري كودد ديسيمال اللي مختصر الى بي سي دي، يعني كلمه بي سي دي باينري هذه معناتها البي، والكودد هذه السي، والديسيمال هي معناتها الدي، فلذلك يسموها البي سي دي للاختصار للسهوله. بي سي دي نظام تشفير الرقم العشري بصيغه الباينري. خلينا نشوف شنو نقصد به. بالبدايه هو اسهل طريقه طبعا هي لتحويل النظام من الباينري الى الديسيمال، لكن طريقه التعامل وياه تختلف، مو مثل ما كنا سابقا نتعامل بطريقه الحساب اللي هي قلت لكم عليها 1 2 4 8 16 وهكذا، لا هنا راح تكون انه كل اربع بتات بالرقم اللي راح ناخذه نتعامل وياه كل اربع بتات الواحد. يعني ان باينري كودد، هذه هنا الملاحظه ذكر لكم اياها، ان باينري كودد الديسيمال نمبر من نتعامل وياه يمثل باربع بتات من الباينري، اذا اربع بتات هذه رقم واحد. اثنين، اذا كان الديسيمال نمبر هذا اللي نريد نحوله يتكون من مرتبة يعني 2 ديجيتس، يعني مثلا 32 مثلا على سبيل المثال، فالثنين احولها لوحدها والثلاثه احولها لوحدها. يعني هسه خلي مثلا على سبيل المثال، خلي ناخذ هنا فد مثال، مثلا عندي رقم 10 مثلا على سبيل المثال، رقم 10 هي 10، هذه بها نظام، هذه نظام الديسيمال، هذه بالديسيمال. هذه سابقا من كنت اريد احولها للباينري شلون راح اكتبها؟ هذه شلون راح اكتبها بالباينري؟ راح سابقا احكي راح اقول هي عباره عن 0 1 0 1، فإذا هذه سابقا من نريد نحولها اللي هي وفقا لشنو؟ وفقا إلى الكود أو السيكونس اللي اسمها 1 2 4 8 16 32 وإلى آخره، تستمر بهالصيغة هذه اللي هي الاثنين. هي من جاية هذه؟ جاية من 2 للأس 0 معناتها 1، 2 للأس 1 معناتها 2، 2 للأس 2 معناتها 4، 2 للأس 3 معناتها 8، 2 للأس 4 معناتها 16 وهكذا. فإذا هسه احنا عندنا رقم 10 بالديسيمال، من أريد أحوله إلى الباينري إلى ما يكافئه بالباينري راح نمشي على هالصيغة هذه. إذا هذا الرقم بالبي سي دي أريد أحول الرقم 10 هذا إلى ما يكافئه بالبي سي دي، إذا أريد أحوله إلى ما يكافئه بالبي سي دي اللي هي الباينري كود الديسيمال، شلون راح أتعامل وياه؟ راح آخذ كل رقم، هسا الرقم مكون من بتين أو من مرتبتين، آحاد وعشرات، فكل وحدة من عندهم هي عبارة عن أربع بتات، فأجي آخذ الصفر وأمثله بشكل أربع بتات، وآخذ الواحد وأمثله بشكل أربع بتات. فهسا هذا الصفر شلون راح أمثله؟ هذا راح يتمثل 0 0 0 0 أربع بتات، والواحد أيضا يتمثل بأربع بتات اللي هو 1 0 0 0. فإذا هسه هذا طريقة التمثيل، هذا الرقم معناته صار بالباينري كودد ديسيمال. هذه الطريقة تختلف عن الطريقة السابقة، هذه الطريقة يعني قد تشوفوها اثنيناتهم نفس السيكونس 1 2 4 8، لكن هذه البي سي دي طريقة البي سي دي لا، أتعامل ويا كل رقم لوحده، الرقم الأول يحول إلى أربع بتات والرقم الثاني أيضا يتحول إلى أربع بتات، وإذا أكو بعد مثلا هنا بالمئات عندي رقم أيضا يتحول الوحدة، كلها تمشي بصيغة 1 2 4 8، لكن كل رقم هو الوحدة، أعامله كل مرتبة وكأنه الوحدة. فنرجع لمحاضرتنا هنا، ذاكر لكم إذا كان هذه الملاحظة ذكرناها، إذا كان الرقم يتكون من مرتبتين فإحنا كل رقم من عندهم راح نمثله كل واحد عبارة عن أربع بتات، هذه معنات هذه الملاحظة. والكود اللي راح يمشي عليها هي هذه 1 2 4 8. هنا أنا أعطيكم جدول، شوفون وياي هذا الجدول، الرقم بالديسيمال إيش قد يكافئ بالبي سي دي اللي هي 1 2 4 8، فالصفر ممكن تتمثل بأربع أصفارة، الواحد هي أربع
على جهة اليسار، يعني هذه ما لها قيمة بالبداية. على اليمين راح يصير صفر 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 واحد، اثنين هي صفر صفر واحد صفر بهالشكل هذه، الثلاثة هي هذه، الأربعة هذه، يعني هذه خلينا نقول الحد التسعة، الحد التسعة هو ترقيم تسعة البي سي دي، بهم اختلاف الحد رقم تسعة. وين يصير الاختلاف؟ يصير رقم الاختلاف لما يبدي رقم يتكون من مرتبتين، اللي هي مثلا رقم عشرة. سابقا بالباينري كانت تمثيلها شكل، وهسه راح نمثلها شكل اللي هو مثل ما سويناه قبل قليل. شوف هسه هنا راح ازوم لكم عليها حتى تبين بشكل واضح. هذه رقم عشرة. سابقا شنو كنا نقول؟ كنا نقول هي هنا واحد وهنا واحد فقط، تتمثل بهالشكل هذه اللي هي 8 زائد 2 10 وتصير هنا. بس هنا بالبي سي دي احنا جايين نحول هسه للبي سي دي، فقلنا اذا الرقم مكون من مرتبتين او ثلاث مراتب او الى اخره، كل واحد من عندهم يحول الى رقم من اربع بتات. فتشوفون هنا الصفر، هذا الصفر حولته الى صفر بالباينري من اربع بتات، والواحد ايضا حولته الى واحد بالباينري من اربع بتات، فتنكتب واحد صفر بالشكل هذه. لدعش شلون تنكتب؟ لدعش هي عبارة عن واحد واحد، الواحد هذه الأول الواحد هي بأربع بتات، والواحد الثاني أيضا بواحد الوحدة بأربع بتات. نفس الشيء الاثناعش، هذه الاثنين بشكل أربع بتات تتمثل، والواحد أيضا يتمثل بأربع بتات. فهنا مهم جدا نميز ما بين الفرق ما بين التحويل بالباينري والتحويل بالبي سي دي. من عشرة فما فوق، ابتداء من رقم عشرة فما فوق الاختلاف يكون كلش واضح، لان يعني انا راح اخذ الرقم عبارة عن مرتبتين، فبالتالي كل مرتبة راح اعاملها ويا اربع بتات لوحدها. بس الارقام اللي تبدي بصفر الى حد رقم تسعة طالما هي عبارة عن رقم واحد ديجيت وحدة فما بها اي اختلاف عن الترقيم الباينري. قلت لكم من عشرة فما فوق، يعني هسه هنا رقم عشرين، هذه شلون يمثلها بالديسمال؟ عشرين هاي اثنين صفر، هذه ديسيمال. شلون مثلها بالباينري كود الديسيمال بالبي سي دي؟ صفر هذا هو عبارة عن صفر من أربع بتات، والثنين هذه الثنين بهالشكل هذه اللي هي صفر صفر واحد صفر. مثلا هنا عندنا الاثنين وعشرين، فراح أخذ الثنين هذه أول أربع بتات هي للثنين الأولى، والأربع بتات الثانية للثنين الثانية وهكذا. فإذا هنا أنا نعطيكم قايل لكم etc، يعني تستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية، counting continuing upwards in a group of four. إذا هسه هنا راح نستمر بهذا الاتجاه تصاعديا بشكل مجاميع مكونة من أربع بتات، groups of four بشكل مجاميع من أربع بتات. خلينا ناخذ مثال بسيط. هسه 2 5 9 اجي اتعامل ويا كل رقم مرتبه مرتبه، كل رقم الوحده اجي اخذ التسعه اللي هي اول عدد صحيح بعد الفارزه العشريه، هذه التسعه شلون اكتبها؟ هذه التسعه شلون اكتبها؟ هذه 1 0 0 1. الخمسه شلون اكتبها؟ هذه 0 1 0 1. الاثنين هذه الاثنين، يعني هذه طريقة كلش ما بيها أي صعوبة، مجرد عملية تحويل مباشرة. هذه اثنين اللي هي بعد الفارزة العشرية، اثنين شلون تنكتب؟ صفر صفر واحد صفر، هذه اثنين، والخمسة راح تصير صفر واحد صفر واحد، هذه بهالشكل هذه. إذا كان هنا عندنا هنا بالباينري، هذه هنا هذا مو اسمه المفروض باينري، فراح ياخذ هنا يكمل المراتب يسويها بشكل رقم مكون من اربع بتات، فراح يشوف هذا هنا واحد صفر واحد، فراح يخلي له صفر، هذا اللي باللون الاحمر معناته احنا ضفناه حتى نساوي المراتب حتى تصير اربع بتات. وهذا الرقم شنو معناته؟ صار معناته رقم خمسه، خلاها رقم خمسه، والفارزه العشريه راح تنزل حسب موقعها، وهذا الرقم اصلا هو مكون من اربع بتات بعد ما عندي مساواه للمراتب، ومعناته ايش قد هذا الرقم؟ معناته رقم ثمانيه بالبي سي دي. فإذا البي سي دي هي أبسط نظام كودد أو أبسط نظام كودينج، أبسط نظام تشفير يتابع للسيكونز اللي اسمها 1 2 4 8، من الصفر للتسعة الترقيم الاعتيادي نفسه اللي يشبه حالة الباينري، من العشرة فما فوق تختلف الوضعية. ليش؟ لأن تبدي الأرقام تتكون عندي من مرتبتين أو ثلاثة أو أكثر، فبالتالي آخذ كل مرتبة الآحاد لوحدها وكونها عبارة عن مجموعة من البتات أربع بتات،
بالباينري. العشرات لوحدها كذلك تفتح على شكل 4 بالثلاث بالباينري، والمئات وحسب ما عندنا الرقم. اكو احد عنده سؤال على البي سي دي؟ ما واضح؟ ما اعتقد بيشي، لان هو فشي سهل وبسيط. فاذا احد عنده سؤال يقدر يرفع ايده. تمام، نستمر. الويتد كود الثانية اللي راح ناخذ أنواع أخرى قلت لكم، يعني راح هي كثيرة جدا، يعني إحنا مو بس هذه اللي موجودة مذكورة بمحاضرتنا، قد تشوفوا لكم كتاب، قد تشوفوا لكم في توتوريال على الإنترنت، راح تشوفون أنواع أنظمة تشفير كثيرة جدا. لكن هذه اللي خلينا نقول السياق العام، هي أغلبها تتبع نفس السياق. الويتد كود هي تقسم بشكل عام إلى ويتد ونون ويتد، يعني أما بها قاعدة أما ما بها قاعدة. فالويتد كود اللي هي هذه يعطيني بها فد كود معين ونمشي على الكود اللي ينطينا اياه. هسه مثلا على سبيل المثال اكو كود اسمه 242. بعد احنا من ينطينا كود معين نلتزم به نفسه، بعد ما وكأنما ننسى الحالات السابقه اللي ذكرها، ننسى شيء اسمه بي سي دي، ننسى اسمه شيء اسمه 1248 الى اخره، راح نلتزم فقط بالكود اللي ينطينا اياها. فحاليا راح افرض قدامي عندي 1242، إذا هسه حاليا هذا الكود اللي عندنا إياه. طيب نجي نريد نشوف هذا الكود شلون أرقم الأرقام من صفر مثلا إلى 9، الأرقام الديسيمال تتمثل بالكود اللي اسمه 1242. ف خلي هنا نذكرها على البينت أفضل. عندي هذا الكود اسمه 1242، هذا الكود اللي راح نشتغل عليه. فبالتالي من اجي عندي رقم بالديسيمال مثلا رقم صفر، ايش قد معناته بهذا الكود؟ رقم صفر امثله باربع بتات، ما عندي ولا واحد من عندهم، فبالتالي هو راح يصير صفر 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 صفر. اوكي؟ لان هم كلهم صفر، انا يعني ما عندي رقم صفر. رقم واحد من اجي اريد امثله هو معناته واحد هذا، فاذا فقط رقم الواحد هذا اخلي تحته صفر واحد، والبقيه صفر صفر صفر، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، خلينا ننتبه على رقم اثنين. رقم اثنين عندي احتمالين، لو اجي على هذه الاثنين، لو اجي على هذه الاثنين، فاما اختار الثنين كتب بواحد صفر 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 بهالصيغه هاي، او اور هنا راح اكتب لكم اياها لكتابتها، اللي هي اختار هذه الاثنين فتصير باقي الارقام صفاره صفر صفر، والاثنين هذه هي اللي راح نختارها هي واحد، والبقيه تصير صفر. فاذا الرقم اثنين بهذا الكود اللي اسمه 1242 لها طريقتين، لو تكتب هذه الاثنين الاولى اللي هي على اليسار، هذه هي اللي تمثل رقم اثنين والبقيه صفاره، لو هذه اللي صايره ثانيه واحده والبقيه يصيرون صفاره، اذا هذا معناته رقم اثنين. نجي نكمل رقم ثلاثه. ثلاثة مين أحصل عليها؟ ثلاثة هي عبارة عن اثنين زائد واحد، فأما أقول هي هذه الاثنين زائد هذا الواحد والبقية صفارة، فصارت اثنين زائد واحد، هاي معناتها ثلاثة والبقية صفارة. أور أيضا هنا راح تصير عندنا أور، شو راح ناخذ؟ راح ناخذ هذه الاثنين اللي على اليسار، هذه الاثنين راح تصير هي الواحد، وهذه الثنين الواحد، هذه اثنين معناتها زائد واحد، والبقية راح يصيرون أصفارة، فصارت اثنين زائد واحد معناتها رقم ثلاثة. فإذا الثلاثة أيضا انكتبت بصيغتين، وهكذا بالنسبة لباقي الأرقام. فإذا راح تشوفون أكو هنالك أكثر من طريقة لتمثيل الأرقام، يعني بعض الأرقام تتمثل ممكن تمثيلها لو بصيغة، مثلا هسه رقم اثنين مثلناها بهالصيغة، رقم ثلاثة ممكن لها صيغتين، رقم أربعة أيضا لها صيغتين، ممكن تكون هي عبارة عن رقم أربعة هذه واحد والبقية صفارة، أو تكون عبارة عن اثنين زائد اثنين فتصير واحد بواحد والبقية صفارة. فراح تشوفون مختلف الأنظمة أكو كل رقم يمكن تمثيله بحالة واحدة أو أكثر من حالة. فخلينا نشوف الجدول، نرجع على محاضرتنا، راح نشوف إنه رقم اثنين لها صيغتين للحل أو للتمثيل، رقم ثلاثة كذلك، رقم أربعة كذلك، رقم خمسة كذلك. ليش؟ لأن أنا عندي رقم اثنين متكرر وموقع يختلف، فإحنا نمشي حسب الموقع. فممكن مرة آخذ هذه الاثنين أستفاد من عندها بالحل، وممكن أستفاد من اثنين ثانية، وممكن آخذهم اثنيناتهم. يعني هذه الاثنين مثلا على سبيل المثال إذا أريد أجي أمثل رقم ستة،
رقم 6 شلون راح يتمثل؟ لو اجي اقول هاي الاثنين على اليسار زائد الاربعه على اليمين، فيصير 4 زائد 2 6، فيصير الرقم 1100 وتمثلت بهالشكل هذه. او اخذ هذه الاثنين فتصير 4 ب2، هذول راح اخذهم 1 يصير صفاره، فيصير الرقم بهالشكل هذا. اذا نجي مثلا رقم 7، رقم 7 شلون راح امثله؟ رقم 7 عباره عن 4 زائد 3، فهذه الاربعه راح تصير 1، هذه الاربعه راح تصير جواها 1، هاي رقم 4، والثلاثه هي اما الاثنين هذه زائد الواحد او الاثنين هذه زائد الواحد. فشوفون حالتين صارت عندي، لو هذه الاثنين مره ياخذ، لو ياخذ الاثنين اللي هنا، فهنا رقم 7 تمثلت بحالتين. و8، رقم 8 اذا اريد يمثل رقم 8 شلون راح نمثله؟ 2 هي 8 من جايه؟ جايه من 4 زائد 4 مثلا، اما ياخذ هاي الاربعه هي ثابته، و2 زائد 2 تنطيني رقم 4 الثانيه، فبالتالي صار 8 بهالشكل هذا، وما لها صيغه ثانيه للتمثيل. يعني هسه اذا تحاول تحصل على رقم 8 راح تشوف فقط هاي الطريقه الوحيده لتمثيلها، ماكو طريقه ثانيه لتمثيلها. كذلك الحال ويا رقم 9، رقم 9 راح تشوفون هو عباره عن حاصل جمعهم كلهم، يعني 2 زائد 6، 6 زائد 2 8، 8 زائد 1 9، فبالتالي كلتهم واحدات ينطوني حاله التسعه، فبالتالي قدرنا نمثل الارقام من الصفر الى التسعه بهالشكل هذا. نعم، منو عنده سؤال؟ عندنا علي عمار، تفضل علي. دكتور، شنو الفائدة من التشفير يعني بالعمليات الحسابية؟ علي شوف، احنا لما نجي نبرمج المايكرو بروسيسر، احنا هذا هدفنا كله، الحكي اللي جاي نحكيه هسه انا ذكرت لكم اياها من اول محاضرة، احنا نهدف ان شلون نعرف نبرمج المايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسر. فاكو احنا كل ما تكون عملياتنا سهله وبسيطه وقليله، العمليات الحسابيه مو كثيره، كل ما يكون افضل. فاكو في مواقع معينه مثلا على سبيل المثال، بدل ما تسوي عمليه جمع انت لازم مجبر انه تستخدم الاكسكلوسيف اور مثلا على سبيل المثال، فحسب موقعها، حسب احتياجها، حسب الكود اللي انت تريد تسويه، شنو يؤدي وظيفه، شنو العمليه، يعني حسب تصميم الكنترولر نفسه، شنو هي البوابات اللي بيه، شنو هي الاي سيز اللي بيه، شنو اكو مثلا على سبيل المثال البروسيسر يستقبل فقط انواع معينه من العمليات، ما يستقبل عمليات اخرى. واضح؟ يستقبل مثلا فقط العمليات الاساسيه، جمع وطرح ضرب، او حتى الضرب ما موجود، فقط جمع وطرح. لان يعني الضرب يستخدم طريقه خلينا نقول الجمع المتكرر يسموها. فاحنا شنو الفائده من عندها؟ بيها كلش هواي فوائد. بس احنا هسه خلينا نتعلم شلون نتعامل وياها. ما اقدر اقول لك فائدتها كذا وكذا، كلها تفيدنا في برمجه المايكرو بروسيسر. ان شاء الله راح توصلون مرحله ثانيه ومرحله ثالثه، راح تاخذون المايكرو بروسيسر بروجرامينج، وراح تشوفون شلون نتعامل ويا الارقام. فممكن يصادفك في سؤال فد موضوع معين انه انت تحتاج هاي العمليه بالتشفير في خطوه، انت ما راح يقولوا لك السؤال حول، لا انت عباره عن خطوه تحويل من كود او من اعاز الى انتقال للاعاز الثاني. تحتاج تحول الكود الى رقم او نظام ثنائي او نظام بكود معين، يلا تتعامل وياه. واضح؟ فاحتياجاته كثيره. زين دكتوره، وحاله حال الديكودر والانكودر غير؟ طريقه التشفير هي ان شاء الله راح ناخذ الانكودر والديكودر الثاني وراح نشوف راح نتعامل وياها. اكيد يعني هي التمثيل خلينا نقول الفيزيكال لهم هي الانكودر والديكودر. الفيزيك يعني احنا حاليا جاي نحكي مبدا عمل، بس من اجي اقول شنو هو الانكودر، شنو هو الديكودر، شنو هو اللي راح نسميه الادر، خلينا نقول مبادئ عملها الاساسيه هي هسه اللي جاي نتكلم عليها حاليا. زين، هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى 1 2 4 2، هذه اللي أخذناها. أكو بنفس الكود، أكو كود ثانية نفس الطريقة، كود أخرى اسمها 6 3 2 - 2، هذه 6 3 2 - 2. شوفوا هذا ينقري ماينس 2، والرقم اللي على اليسار اللي هو 6 3 2 جاي يقول ناقص 2 أو ماينس 2، يعني وكأنما الرقم أطرح من 2، أطرح الرقم من 2، فبالتالي هذا الرقم
هذه الكود هذا الكود هنا البت هذا اللي على اليمين، أول بت على اليمين اللي اسمه ناقص 2 هو يمثل عملية رياضية أطرح الرقم من ناقص 2. يعني هسه مثلا على سبيل المثال خلينا نرجع للبينت ونوضح شلون راح نرقم الأعداد مالتنا. راح ناخذ رقم 0. الكود اللي أول شيء خلينا نكتبها 3 2 - 2. شوفوا كل واحدة من هذه الأرقام هي عبارة عن بت، يعني 6 تمثل بت والثلاثة تمثل بت والاثنين بت والماينس 2 كلها هي عبارة عن بت، فبالتالي يصير الرقم عندنا مكون من 4 بتات. فمن يجي ياخذ رقم 0 بالديسيمال، رقم 0 بالديسيمال اكو طريقتين التمثيله بالكود اللي اسمها 6 3 2 - 2. اما اقول هم 4 بتات صفاره، هذه الصيغه الاولى لتمثيل رقم 0، اور ممكن تمثيله بصيغه اخرى، راح اجي اقول هو عباره عن 6 0، الثلاثة أيضا صير 0، لكن 2 - 2 أيضا 2 - 2 شتنطيني؟ تنطيني 0. فأما أمثلها بهالشكل هذا رقم 0، أما يتمثل بأربع صفارة، أو هذا معناته هذا الرقم الوحدة شنو معناته؟ هذا معناته رقم 2 وفقا لشنو؟ وفقا لهذا الكود. وهذا شنو معناته؟ هذا معناته ناقص 2. إذن 2 - 2 إيش قد يساوي؟ يساوي 0. فإذن هذه طريقة الحساب. إذا أجي أخذ رقم ثاني مثلا رقم واحد شو نحن نمثل رقم واحد بالكود اللي اسمها 6 3 2 - 2، هي عبارة عن 3 ناقص، نعم 3 ناقص 2 فهي 1 والبقية راح يصيرون صفارة بالشكل هذا. تشوفون قدامكم المحاضرة هذه، خلينا نرجع عليها. شوفون رقم واحد هو عبارة عن 0 1 0 1. إذا نجي نشوف رقم 2، رقم 2 شلون نمثلها؟ هذه هي رقم 2 فخلي تحتها 1 والبقية راح يصيرون 0. فإذا رقم 2 تتمثل بهالشكل هذا، هذه معناتها رقم 2. مثلا رقم 3، رقم 3 هذه مباشرة عندي إياها موجودة بالكود، هذه رقم 3 1، فالبقية كلهم راح يصيرون 0 وهكذا. يعني هسه إذا أريد أجي أخذ رقم، خلي نشوف مثلا 4 4، شو راح أمثل رقم 4؟ 4 هي عبارة عن 6 ناقص 2، 6 ناقص 2 هي 4، فالبقية راح يصيرون 0 وهكذا بالنسبة للبقية. إذا أجي أخذ رقم 5، الخمسة مين أحصل عليها؟ أحصل عليها من 2 زائد 3 والبقية 0. فإذا هي مجرد عملية تلاعب بمواقع الأرقام حتى أحصل على الرقم اللي نريده ما يكافئ بالديسيمال. مثلا رقم 6، 6 مباشرة أمامنا موجودة، يعني هي موجودة أصلا بالكود، فهي هذه راح تصير 1 والبقية راح يصيرون زيروز صفارة بهالشكل هذا. رقم 7 مين أحصل عليها؟ 7 حصل عليها من 6 زائد 3 9 ناقص 2 7، فبالتالي يصير 1 1 0 1. هذه شنو معناتها؟ معناتها 6 زائد 3 9 9 ناقص 2 يساوي 7. هذه طلاب اللي قلت لكم ببداية المحاضرة أكو في التغيير بسيط صار بالمحاضرة، كانت سابقا إذا واحد سحب المحاضرة قبل ساعة ساعة ونص من وقت إرسالها، يعني أول ما نزلتها على جوجل كلاس روم، هذه كانت 0 غيرناها عدلناها المفروض تصير 1. فقلت لكم فد اختلاف بسيط، فاللي ساحب محاضرته على النسخة القديمة يقدر بس مجرد هذه 1 يسويها 0، واللي إذا واحد بعد ما ساحبها فهي نزلت حدثتها يعني على جوجل كلاس روم بالشكل الصحيح. هذا بالنسبة رقم 7، وبالنسبة لباقي الأرقام نفس الترقيم هذا ما بي أي اختلاف. فهسه خلي نرجع للمحاضرة وناخذ أمثلة عليها ونشوف شلون طريقة التعامل ويا هذه الأنظمة اللي هي الويتد كودز. مثلا هنا نعطينا example convert 9337.25 بالنظام العشري إلى، انتبه هنا إلى الكود اللي اسمه 4221. هسه هنا نعطاك كود آخر يختلف عن الكودات اللي ذكرها
بالصيغة البداية بالجدول، هنا انطانا كود اسمه 4221، فاحنا بالتالي راح نتعامل ويا الكود اللي ينطيني اياه بالسؤال هذا، اسمه 4221. شو راح نتعامل وياه؟ نفس الاسلوب كلهم لاي صيغة كانت، اجي اخذ الرقم بعد الفارزة العشرية او الرقم عدد صحيح اللي هو رقم 7، نخلي امام عيننا انه احنا راح نمشي على هذه الصيغة، يعني راح نمشي على الكود اللي اسمه 1224، بعد ننسى كل شيء سابق تعلمنا. فخلينا ناخذها هسه نكتبها كمثال نوضح لكم اياها. خلينا نشوف الكود اللي نعطينا اياه اسمه 1 2 2، بس خل اشيكها 1 2 2 4 هذه. وشنو هو السؤال اللي انطانا اياه؟ انطانا 7 3 3، خلينا ناخذ هسه اول رقم، رقم 7 هذا. رقم 7 شلون راح احولها؟ هذه هنا عندي رقم 7 واريد احولها حسب هذا الكود، فهي عباره عن اما 4، هي 4 زائد 3، فاما اخذ هذه الاربعه وهذه هي الثلاثة، هاي الاثنين وهذه الواحد وهذه تصير صفر، فصير 1 1 0 1، أو هذه الأربعة وأخذ هذه هي الاثنين وهذه هي الواحد حتى تصير 3 وهذه تصير صفر. فإذا الأربعة تكتب بشغلتين أو طريقتين، أما هذه الطريقة الأولى، العفو 7 مو الأربعة، هذه الطريقة الأولى اللي هي 1 1 0 1، واللي هي هذه اللي ذاكر لكم إياها. أنت ممكن تكتب واحدة من الطرق، هما تكتبهم اثنيناتهم، فهي صايرة 1 1 0 1، أو أكو طريقة ثانية اللي هي هذه 1 0 1 1. ليش صارت عندنا طريقة ثانية؟ أنا عندي اثنينات اثنين بالكود، فأما أغير، أما أخذ هاي الاثنين أو أخذ الاثنين اللي بعدهم. فإذا هذه مثلنا رقم 7. طيب خلينا نشوف الرقم الثاني. الرقم الثاني هو معناه هو رقم 3، رقم 3. شلون نمثل رقم 3؟ نفس الشيء ايضا، نفس الكلام السابق، اما اقول هو عباره عن هاي الاثنين، اخلي تحتها 1 2 زائد 2 زائد 1، هذه تصير هذه بهالشكل هذه، والبقيه صفاره تصير 0 0 1 1، او اخذ هذه الاثنين وهذا الواحد والبقيه راح تصير صفاره، فيصير اما 0 0 1 1 هذا الرقم، واللي هو ايضا هو هذا ذاكر لكم اياه بالحل بالملزمة 0 0 1 1، أو يأخذ الرقم الثاني اللي ذكرناه اللي هو طلع 0 1 0 1. بعد الرقم الثالث اللي هو 3، نفسه هذه مكرر، 3 مكررة فنفس هذه. وأخير شيء 9، 9 معناته كلهم راح يصيرون واحدات. 9 من نجي نريد نمثلها حسب هذه الكود، هي عبارة عن حاصل جمع الأربعة زائدا 2، هاي 4 زائد 2 6، زائدا 2 هاي 8، زائدا 1 صارت 9، فصار كلها واحدة وكلها واحدات بهالشكل. هذه حولنا الرقم الجزء الصحيح. الجزء العشري بنفس الطريقة تماما، البوينت راح تنزل، اجي اخذ رقم 2، رقم 2 اما عندنا موقعين، اما هنا اما يعني اما ثاني وحدة اما ثالث وحدة، فهو مسويها ثاني وحدة هذه. ورقم 5، هذه رقم 5 اللي هي أما 4 زائد 1 فصير 5، أو 2 زائد 2 زائد 1، اللي هي 2 زائد 2 معناتها 4 زائد 1 5، فصاروا 3 واحدات، ومن الآن عندي على اليسار 1. فقلت لكم هيك نوع من الأسئلة ممكن يغير لكم أنواع كثيرة جدا من هذه الكودز، لكن طريقة الحل هي واحدها، يعني كلها نفس الشيء. خلينا نشوف هنا مثال آخر، نعطينا كود ثانية اسمها 6 3 1 1، مطلوب تحويل الى النظام الديسيمال. هسه هنا العمليه معاكسه، هنا شنو انطاني؟ انطاني الكود، يعني انطاني الرقم حاليا مكتوب بهذا الكود، وطلب تمثيله بالنظام الديسيمال، اريد امثل الرقم بالديسيمال. فاجي اخذ هذه كل 4 بتات اخذهم، احنا هذا المبدا متفقين عليه، كل 4 بتات ناخذهم سويه، هذه 4 بتات، وبعدين راح يزود عندي مرتبتين 0 1، فراح اخلي لهم صفاره على جهه اليسار 2 حتى يصيرون 4، وكذلك الحال مع الرقم العشري، أيضا عندي مرتبتين فراح أضيف لهم صفرين على جهة اليمين. بعدين أجي أباوع على هذا الرقم أول 4 بتات هذه، شنو معناته؟ هذه معناته 6، هذه معناته إحنا نمشي على هذا الكود، كودنا يقول 6 3 1 1، فإذا 6 هي 1، إذا عندي 6، وعندي 1 هذه 7، وعندي 1 ثاني هذه 8، فإذا صارت 8 هذا الرقم الأول.
أما الرقم الثاني هذا اللي ضفناه للصفارة على اليسار هذا، أجي أيضا أخذ الكود نفسه أضعه على هذا الكود. وين عندي واحد؟ هنا أنا عندي واحد اللي هو شنو يقابل؟ يقابل الواحد أصلا، يقابل الواحد بالكود، فبالتالي هذا الرقم الثاني معناته رقم واحد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجزء الصحيح. أما بالنسبة للجزء العشري البوينت نفسها راح تنزل، نجي نأخذ هذا الرقم، أجي أخلي الكود 6 3 1 1. هنا أنا عندي واحد وهنا أنا عندي واحد اللي هي مقابيل الستة ومقابيل الثلاثة. 6 + 3 معناتها 9. فإذا قدرنا نحول من الكود اللي نعطينا إياه الويت كود اللي بي وزن إلى النظام الديسيمال بهالشكل هذا. هسه هاي المثالين السابقات، أكو أحد عنده سؤال عليهم؟ أكو شيء ما واضح؟ تمام نكمل. الاكسس 3 كود، هسه اذا كل اللي اخذناه سابقا هو عباره عن ويتد كود، اذا هي عباره عن انظمه تشفير لها فد وزن ثابت او لها فد وزن معين، مو ثابت وانما لها وزن معين، والوزن يختلف حسب القيمه اللي ينطينا اياها. النظام التشفير الحالي اللي امامنا اللي اسمه اكسس 3، اما يسميه اكسس 3 اما يسميه اكس 3 رقم 3 أو EX3، يعني عدة تسميات عدة طرق للكتابة، سراح نشوفها أيضاً أثناء الحل. هنا هذه راح يسمونه This is a not weighted code، إذن هذه هي مو نظام خاضع إلى وزن معين. فإذا مهم جداً أنه نميز من هي الأنظمة اللي لها وزن ومن هي الأنظمة اللي ما لها وزن. فإذا الX3 هو عبارة عن نظام تشفير غير خاضع إلى وزن، وإنما إلى قاعدة حل، إلى قاعدة حل. قاعدة الحل جدا بسيطة، احنا لما نجي ناخذ الرقم بالديسيمال ونريد نشوف ما يكافئ بالاكسس 3 كود، ايش راح نسوي؟ من اسمه اكسس 3 يعني رقم 3، فبالتالي الرقم بالديسيمال راح اجمعه ويا رقم 3 يطلع ايش قد ما يكافئ بالاكسس 3 كود، يعني 0 + 3 ايش قد؟ 3. فبالتالي 3 شلون تتمثل بالباينري؟ تتمثل 0 0 1 1. الواحد زائد 3 1 + 3 4. الأربعة شلون أمثلها بالباينري؟ 0 1 0 0. هاي رقم الواحد. أوكي. الاثنين بالديسيمال إيش قد تكافئ بالأكسس 3؟ راح أجي أقول هاي أحسبها، يعني إحنا بيننا وبين نفسنا نقول 2 + 3 معناتها 5. فإحنا شلون نكتب الخمسة؟ نكتبها 0 1 0 1. وهكذا كل الأرقام، يعني نستمر إلى البقية. 3 ظل نستمر نجمع ويا رقم 3، فصير 3 + 3 6. 6 شلون تتمثل؟ 0 1 1 0. الأربعة شلون تتمثل؟ 4 + 3، فبالتالي 7، فهذه هي معناتها رقم 7. وهكذا، فشوفون هنا إلى أن نوصل إلى رقم 9، يعني أعلى رقم عندنا اللي هو 9. 9 + 3 اللي هو 12، أعلى رقم بالريكود ممكن تمثيله. زين، ناخذ امثله حتى نفهم اللي جاي يصير. عمليه تحويل من نظام ديسيمال الى الاكسس 3. هنا انا اريدكم تنتبهون الى مساله مهمه، اذا قال لي من ديسيمال الى اكسس 3 فمعناته راح نجمع الرقم ويا 3، راح نجمع الرقم ويا الاكسس، قيمه الاكسس ايش قد نعطيني اياها؟ نعطيني 3، اجمع ويا 3. فاذا اذا من ديسيمال الى اكسس 3 راح اجمع + 3، اذا قلب لي اياها من الاكسس 3 الى الديسيمال راح اطرح ناقص 3، وكانما ارجع الاصل. فهنا ننتبه عليها، هسه راح نشوفها بالامثله. مره يحول من الديسيمال للاكسس 3، فبالتالي قاعده تقول انه احنا ناخذ الرقم الديسيمال واجمعه ويا 3 اللي هي هذا المثال 2 7 8. هذا 2 اخذ الاحاد والعشرات والمئات كل وحده لوحدها واجمعها ويا رقم 3، رقم 3 بالديسيمال بهالشكل هذا. فنجي مرتبه مرتبه، 8 + 3 11. شلون ممكن تمثيلها؟ تمثيلها بالباينري بهالشكل هذا، 1 0 1 1. هذه معناتها 8 وهذه معناتها 2 هاي 10، وهذه معناتها 1 هاي 11. 7 + 3 معناتها 10، والعشرة شلون تتمثل بالباينري؟ 1 0 1 0. 2 + 3 5، الخمسة شلون تتمثل بهالشكل هذا؟ إذا الرقم هذا كله نهائي اللي هو 2 7 8 بالديسيمال يكافئ هذا الرقم، راح يصير هذا كله نكتبه بهالشكل هذا 0 1 0 1 اللي هو هذا 0 1 0 1. بعدين 1 0 1 0 هي هذه 1 0 1 0،
وآخر أربع بتات اللي هي 1 0 1 1 اللي هي بالشكل هذا. فإذا هسه هنا حولنا من الديسيمال المن إلى الأكسس 3. هنا مثال آخر نفسه تماما، لكن شنو الفرق؟ الفرق أنه إحنا عندنا الرقم مكون من ديجيتال بوينت، يعني يحتوي على رقم 10. فالمسألة ما راح تتغير، هي نفسين، آخذ الآحاد أجمعها ويا 3 والعشرات أجمعها ويا 3 وكذلك أجمعها ويا 3. أما بالنسبة إلى الجزء العشري فيعامل تماما مثل الجزء الصحيح، 7 أجمعها ويا 3 والخمسة أجمعها ويا 3 وها هي. خلينا نشوف الرقم، هذه 7، 7 زائد 3 10، العشرة شلون تنكتب؟ تنكتب 1 0 1 0 بهالشكل هذا. بعدين الثلاثة، 3 زائد 3 6، 6 شلون تنكتب؟ هذه 0 1 1 0. وهذه الاثنين اللي هي 2 زائد 3 معناتها 5، فتنكتب 0 1 0 1 بهالشكل هذا. أما بالجزء العشري فالبوينت راح تنزل، هذه حسب موقعها، قلنا 7 تنجمع ويا 3 أيضا فتصير 10 فتصير 1 0 1 0 بهالشكل هذا، والخمسة تنجمع ويا الثلاثة فتصير 1 يعني معناتها 8 فتنكتب 1 0 0 0 بهالشكل هذا. إذا هسه سواء كان رقم صحيح سواء كان رقم عشري العملية هي نفسها. إذا أريد أحول من ديسيمال المن من الديسيمال إلى الأكسس 3، شوفوا هنا يكتب لكم إياها مختصر إلها EX3 أو ممكن يكتبها X3 فقط. فإذا هذه من حولنا من الديسيمال إلى الأكسس 3. إذا أريد نحول بالعكس، شوفوا هذا المثال الثاني، من الأكسس 3 إلى الديسيمال، إيش راح نسوي هالمرة؟ راح نطرح من 3، راح نطرح هنا من 3. ليش من 3؟ لأن هي أصلاً قيمة الأكسس اللي نعطيني إياها 3، ممكن تتغير حسب القيمة اللي ينطينا إياها. حالياً اسمها هي أكسس 3، يعني هي الأساسية هي أكسس 3، بس ممكن يأخذ قيم أخرى راح نشوفها بعدين. فهسه مثالنا من الأكسس 3 إلى الديسيمال، فالعملية راح تصير ناقص 3، راح نطرح من 3، أجي أخذ كل 4 بتات سوية، هذه صارت بعد شيء بديهي بالنسبة لنا، راح ناخذ كل 4 بتات سوية، وراح نلاحظ أنه عندنا بتين بالأخير راح يزودون، فبالتالي راح أخلي لهم صفرين إضافيات على اليمين وعلى اليسار بالجزء العشري وبالجزء الصحيح، بس مجرد عملية مساواة للمراتب، كل 4 مجاميع أو كل 4 بتات تمثل مجموعة. بعدين ناخذ هذا الرقم، هسه هذا الرقم اللي ظهر عندنا اللي اسمه 0001 اللي هي هاي المجموعة. هذه شنو معناته؟ معناته 8 بالباينري، مو صحيح؟ هذه معناته رقم 8. من اريد احول ما راح اجمع ويا 3 فتصير 8 ناقص 3 5، تكتبها 5 بهالشكل هذا. المجموعة الثانية كذلك نفس الشيء، هاي المجموعة ايش قد رقمها؟ ايش قد قيمتها؟ 0 0 1 1 اللي هي ايش قد معناتها؟ اللي هي معناتها رقم 3. فهسه راح نقول 3 ناقص 3 فبالتالي راح يصير 0، وكذلك الحال ويا المجموعة الأخيرة أيضا صدفة صارت هنا الرقم مكرر اللي هو معناته رقم 3 واللي هو معناته 3 بالديسيمال، ف3 ناقص 3 أيضا راح يصير 0، وكذلك الحال عندي بعد الفارز العشرية عندي 1 1 1 1 0 0. هذا الرقم ايش قد معناته؟ هذا معناته 12 حاليا، 12 ناقص 3 يساوي 9. اذا حولنا من الاكسس 3 المن الى ديسيمال. هنا السؤال يرجع على نفس الطريقه بس من الديسيمال المن للاكسس 5. شوفوا هسه هنا راح يرجع على الطريقه الاولى اللي ذكرناها اللي هي راح نحول من الديسيمال للاكسس، بس اذا اكسس قيمته ايش قد؟ قيمته 5 رقم 5. فهنا ننتبه للبيز، هنا البيز مهم جدا انه احنا ننتبه له، لان وفقا لهذه القيمه اللي ينطيني اياها احنا راح نجمع او نطرح. اذا اريد نحول من ديسيمال الى قيمه معينه للاكسس اجمع، اذا بالعكس اطرح، اطرح او اجمع من شنو؟ من قيمه الاكسس اللي ينطيني اياها. فهسه هنا راح نجمع بقيمه مقدار 5، ليش؟ لان نريد نحول احنا من الديسيمال الى الاكسس 5. فهسه اجي اخذ الرقم كل واحد لوحده، يعني مرتبه مرتبه، 3 3 زائد 5 زائد 5. ليش زائد؟ لان يعني احنا نريد نحول من الديسيمال للاكسس 5. وليش 5؟ لان يعني هي الاكسس اللي نعطيني اياها رقمها 5، فصير 3 زائد 5 يساوي 8، تنكتب 1 0 0 0 بهالشكل هذا. وهنا أنا عندي 5، 5 زائد 5 10، شلون تنكتب؟ تنكتب 1 0 1 0. الفارز العشرية راح تنزل، ونفس الشيء نكمل للجزء العشري، 6 زائد 5 راح تصير 11، هذه 11، هي 8 زائد 2 هي 10 زائد 1 معناتها 11.
هنا عندنا نفس السؤال بس بالاكسس 4، هنا اكسس 4، بس هنا نلاحظ من قيمه الاكسس 4 الى الديسيمال، فبالتالي ايش راح اسوي؟ راح اطرح، بس اطرح بمقدار ايش قد؟ راح اطرح بمقدار 4. فمهم جدا نعرف يمتى نجمع ويمتى نطرح، هاي تنتبهون على هاي الملاحظه. اجمع لما انا اصلا بالاساس 10 بالديسيمال واريد احول للاساس الاخر بالاكسس، واطرح اذا بالعكس، اذا احنا بالبيز حاليا بالاكسس ونريد نحول للديسيمال. فاحنا هسه العمليه راح تصير المعاكسه، راح ناخذ المراتب نسويها على شكل 4 مجاميع 4 بتات، فنلاحظ هنا راح يبقى عندنا مرتبه واحده تحتاج اضافه 0 لليسار، هذه باللغه البرمجه يسموها البادنج، بادنج يعني عمليه اضافه الاصفار، ان شاء الله راح تاخذوها يعني تاخذوها بهواي دروس اعتقد بالكريبتو او بالتشفير، ما اعرف بيا مرحله تاخذوها كريبتوغرافي، فيسموها البادنج، خاف تمر عليكم، او راح تاخذوها ان شاء الله بالدي اس بي مرحله ثالثه ان شاء الله، فيسموها عمليه اضافه الاصفاره، لها تسميه بلغه الحاسبه يسموها عمليه البادنج اللي هي اضافه الزيروز، الغرض من عندها مساواه المراتب. anyway فهنا راح نقسم المجاميع، نقسم بتاتنا بشكل 4 مجاميع، كل مجموعه من 4 بتات، فراح نشوف هنا اول رقم هذا ايش قد معناته، معناته 1 0 1 1، هذا ايش قد معناته بالديسيمال، هذا معناته 12، 4 زائد 8 12 زائد 1 13، 13 ناقص 4 ايش قد معناته 9، تشوفون هنا ايش قد كتبها 9. ياخذ الرقم الثاني اللي هي معناته 10، 10 ناقص 4 6، ليش ناقص 4؟ لان احنا جاي نحول بالاكسس 4، تشوفون هنا كاتب لكم اكسس 4. واخر رقم اللي هو 6، 6 ناقص 4 راح تصير 2 اللي هي هذه. هذه بالنسبه الى الجزء الصحيح، اما بالنسبه الى الجزء العشري نفس الشيء تماما، هذا ايش قد معناته؟ هذه معناته رقم هذه 12 1 13 ايضا 13، 13 ناقص 4 فبالتالي ايضا 9. واخير شيء اللي هي رقم 8، هذه 1 0 0 0 معناته رقم 8، 8 ناقص 4 تساوي 4. فهسه هنا حولنا من النظام الاكسس 4 الى الديسيمال، صار الرقم في الشكل هذا. اكو واحد عنده سؤال عن هاي الامثله؟ اذا واحد عنده سؤال يقدر يرفع ايده، اذا واحد عنده شيء ما واضح. احد عنده سؤال؟ أنا أخاف من هذا السكوت مالتكم. دكتورة ممكن سؤال خارج إطار الشرح مال اليوم؟ يلا حسن تفضل. العفو شنو دكتورة. عندك خارج الإطار؟ نعم العفو، بالنسبة للآلية مال الشفهي اللي راح يكون اليوم، حضرتك قلتي لي بالامتحان إنه بهاي المحاضرة راح نسولف عليه. شوف حسن، احنا اما انه راح نخصص محاضره كامله اذا نخلص هاي ماده التشابتر 4 الاسبوع الجاي، اخصص لكم محاضره ثابته واسالكم بها شكل واحد واحد، او انا صار لي من بدايه الكورس انا يوميا مسجله اسماء وكل واحد يسال، كل واحد اسئله سؤال يجاوبني كذا، فانا اوريدي انا عندي درجات عن الاغلبيه كلكم، يعني عندي درجاتكم، عندي الحضور مالتكم صحيح، هاي ما تقييم اليوم، عندي تقييم لكم عفوا، يعني هي تقسيم الدرجه راح يكون 8 ب 12. نعم نعم نعم، فان شاء الله خلي بس ناخذ هذه المحاضره نكمل شابتر 4 حتى على الاقل ناخذ مادتنا، اهم شيء احنا عندنا ماده السمستر الاول نكملها كلها ما يفوتنا شيء من عندها. نعم وان شاء الله هي مساله ساعه، الامتحان الشفهي مساله ساعه، خلال يعني هذا الاسبوع يجوز. لا اليوم ماكو شفهي، يعني احنا عندنا ماده نريد نكملها. شكرا جزيلا. من وعدنا رفع ايده؟ اكو احد عنده سؤال؟ نعم تفضلي استخلاص. دكتور بلا زحمه بس اكزامبل 5 اكزامبل. اي نعم دكتور. تمام. هذه عندنا طريقة تحويل من الاكسس 3 الاكسس 4 إلى الديسيمال، قلنا احنا عندنا طريقتين، خلينا نرجع على البينت، خلينا نوضحها بشكل أكثر تفصيلي. احنا عندنا طريقتين، قاعدتين للحل. قاعدتين للحل، لو احنا بالنظام الاكسس أو بالبداية خلينا نقول احنا
احنا بالديسيمال ونريد نحول الى قيمة معينة بالاكسس 3 مثلا او اكسس 4 او اكسس 5 الى اخره، يعني حسب اللي ينطينا اياه بالسؤال، او العملية تصير بالاتجاه المعاكس، يعني بهالشكل هذا انه احنا بين الاكسس 4 او 3 او 5 واريد احول للديسيمال. فاذا كنا نمشي بالطريق الاول من الديسيمال الى الاكسس 3 فاحنا راح نجمع ويا قيمه الاكسس، ايش قد عندي قيمه الاكسس اللي جاي ينطيني اياها بالسؤال راح اجمع وياها اذا مشينا من اليسار لليمين. اذا مشينا بالاتجاه الاخر اللي هو اذا كان السؤال بالقيمه الكود الحاليه المعطاه بالسؤال بالاكسس ويريدها ايش قد يكافئها بالديسيمال، يعني جاي نمشي من اليمين لليسرى، فبالتالي راح نطرح من قيمه الاكسس اللي ينطينا اياها. هذه هي قاعده الحل، شوفوا هذه امامك، هذه هي قاعده الحل الاساسيه، اذا نتبعها راح نعرف نحل السؤال. هسه هو شنو ناطينا؟ ناطينا سؤالنا بالاكسس 4 ويريد يحولها لمن؟ الى الديسيمال، يعني احنا هنا بهاي الاتجاه هذا ونريد نحولها الى الديسيمال، فبالتالي احنا راح نطرح قيمه الاكسس، راح نطرح، قاعدتنا تقول طرح، نطرح نشقد، نطرح الرقم من 4، راح ناخذ الرقم ونطرحه كل واحد، كل ديجيت عندنا راح نطرحها ناقص 4. فخلينا ناخذ الرقم، الرقم شقد كان عندنا؟ راح اخذ ليش هسه هذا 1 0 1 1. هسه هنا بعد احنا هاي صارت المساله واضحه انه احنا ناخذ الرقم ونقسمه الى مجاميع من 4 بتات، واذا نقص عندنا واحد نضيف له، او يعني زاد عندنا مرتبه نضيف له صفر حتى نساوي المراتب، فدائما مجاميعنا عباره عن 4 بتات، فراح ناخذ هذا اللي 1 1 0 1. هسه عندنا الرقم حاليا اسمه 1 1 0 1، هذا الرقم افرضه هسه حاليا عندي بس هو مكتوب بيا اكسس اكسس 4، اوكي؟ وش قد مطلوب تحويله؟ مطلوب تحويله الى النظام العشري. فاذا العمليه احنا راح نمشي بهالاتجاه هذا، جاي شوفين هذه وكانما احنا بهالطريقه راح نمشي على هاي القاعده انه احنا من الاكسس 4 الى النظام العشري راح نطرح من قيمه الاكسس، فنجي نستمر على هذه القاعده. ايش راح تصير هنا؟ هذه شنو معناته؟ هذه بالديسيمال شنو معناته؟ هذه اذا 1، هذه معناته 2، هذه معناته 4، هذه معناته 8، هاي بالباينري من كنا نريد سابقا نعرف الرقم، فهذا ايش قد معناته؟ هذا معناته 3. بالديسيمال معناته رقم 13 اللي هي 8 زائد 4 12 زائد 1 13. 13 ايش راح اسوي لها؟ اطرحها ناقص 4. ف 13 ناقص 4 يساوي 9. اللي هي هذه التسعة، هذه أول وحدة، هذا الرقم هذا اللي يكافئ، أوكي؟ كذلك الحال ويا المجموعة الثانية، شوفون هذه شقد معناته؟ 1 2 4 8، هذه معناته 12، العفو 10، 8 زائد 2 معناته 10، 10 ناقص 4 6، فصارت 6 هذه. واخر شيء اللي هي هذه 6، هذه معناتها رقم 6، 6 بالديسيمال، 6 ناقص 4 2، فصارت 2. اما بالنسبه للفارزه العشريه راح تنزل هذه الفارزه العشريه، وكذلك الحال ويا الارقام بعد البوينت. هذه هنا ايش قد عندنا؟ هذا ايضا 13، 8 زائد 4 12 زائد 1 معناته 13، 13 ناقص 4 9، فهذه هي التسعة. واخير شيء عندنا هذا 1 0 0 0، هذا معناته رقم 8، 8 ناقص 4 معناته رقم 4 بالديسيمال، فصار الرقم اللي يكافئ بالشكل هذا. فقلت لكم تمشون على هذه القاعدة بالحل حتى تعرفون يمتى تجمعون يمتى تطرحون، اذا احنا من الديسيمال لاي وحدة من الاكسس فاحنا نجمع، أو إذا بالعكس فإحنا راح نطرح، نجمع ونطرح ويا من؟ ويا قيمة الأكسس اللي ينطيني إياها بالسؤال اللي هي ممكن تكون متغيرة حسب السؤال. واضح الآن يا ست خلاص؟ واضح هذا السؤال؟ ممنونة دكتورة، ممنونة. العفو.
نجي نكمل ناخذ اخر جزء اللي هو عندنا الجراي كود. هسه راح ناخذ قاعده تشفير ثانيه او نظام تشفير اخر اللي هو اسمه الجراي كود. طبعا الجراي كود جدا شائع، يعني هواي راح تستخدمونه ان شاء الله بالمراحل القادمه، حتى يجوز بالدراسات العليا اذا الله سهل لكم هم راح تاخذونه هواي، كلش هواي يستخدم بالبروجرامينج يعني الجراي كود. حتى ناخذ الجراي كود لازم يجي على بالنا شيء معين اللي هو التروث تيبل للاكسكلوسيف اور. فإذا كانوا الإدخالات اثنيناتهم متشابهة يعني بحالة الصفر صفر تنطي أوتبوت صفر، وإذا كانت حالة الواحد واحد تنطي أوتبوت صفر أيضا، يعني لما يكونون الإدخالات متشابهة القيمة اثنيناتهم فالأوتبوت صفر، وإذا كانت الإدخالات مختلفة دائما الأوتبوت يساوي واحد. مهم جدا نعرف هذا الجدول ونحفظه قبل لا نجي نعرف شنو هي الجراي كود. تمام، خلينا نشوف إذا عندنا قاعدة عامة. إذا نريد نحول الرقم من الباينري كود into gray كود، يعني إذا إحنا عندنا رقم بالنظام الثنائي ونريد نحوله إلى نظام الجراي كود، فحفظنا التروث تيبل اللي خاص بالإكسكلوسيف أور. طريقة الحل شلون راح تصير؟ طريقة الحل هي كالآتي. أول شيء هذا افرض هسه هذه حاليا هذا شوفوا كاتبت لكم general rule قاعدة عامة، هذا الرقم بالباينري اوكي، اريد احول لمن؟ اريد اجد مكافئة بالجراي كود، اريد اجد المكافئة له. فايش راح نسوي؟ الرقم اللي بالباينري اللي هو مكون من مجموعة من الزيروز والوانز، مجموعة من الاصفار والواحدات، ايش راح نسوي اياها؟ اول بت على اليسار هذا البت الاول اتعامل وياه كبت واحد يعني ديجيت وحدة، سابقا ذاكرت لكم اياها شنو كنا نسميه؟ كنا نسميه الموست سيجنيفيكانت بت، ذاكرت لكم اياها سابقا بالمحاضرات. فهذا البت دائما بلغه دائما يعني هذا البت اللي بالاخير يسمونه الموست سيجنيفيكانت بت، والاختصار له ام اس بي اللي هو هذا، او يسمونه سايند بت اللي هو بت الاشاره، ايضا ان شاء الله راح ناخذها الاسابيع القادمه. فاذا الموست سيجنيفيكانت بت اول بت على اليسار والاخير واحد على اليمين يسمونه ليست سيجنيفيكانت بت، هذا الاقل واحد على اليمين الليست والعلى اليسار هذا الموست. احنا شغلنا راح يكون ويا الموست هذا. اول بت على اليسار راح ينزل كما هو، يعني اذا كان هذا الرقم واحد فتنزله واحد، واذا كان هذا الرقم صفر راح ينزل صفر. فاذا هسه الرقم الاول حتى توجد المكافئ احنا نريد نوجد الرقم ونحوله من الباينري للجراي. العمليه راح تصير كالاتي، اذا احنا باينري فراح اخذ اول بت اللي هو الموست وانزله نفس ما هو، نفسه استنسخه وكانما واخليه نفسه. بعدين ايش راح اسوي؟ ارجع عليه نفسه هذا بت 3. ايش راح اسوي له؟ راح اخذ هذا واسوي له اكسكلوسيف اور ويا البت اللي يمه المجاور اليه. لذلك احنا قلنا لازم الجدول الاكسكلوسيف اور يكون بروف، هذا الجدول دائما ببالنا. فاذا البت الاول اللي هو اما صفر اما واحد لان احنا جاي نشتغل بالباينري، اخذه اول شيء انزله، اذا الموست سيجنيفيكانت بت ينزل، بعدين ارجع عليه نفسه البت ما اعوفه نفسه، اخذ اسوي له اكسكلوسيف اور ويا البت المجاور اليه حتى شغل، حتى اطلع البت الثاني بالجراي. طلعت البت الثاني ارجع عليه من هالمره، ارجع على هذا شو اسوي له؟ اسوي له اكسكلوسيف اور ويا اللي بصفه حتى شو اطلع؟ حتى اطلع الثالث، وهكذا اخذ هذا اسوي له اكسكلوسيف اور ويا اللي بصفه حتى اطلع هذا. فإذا العملية اللي جاي تصير إنه إحنا مجرد إنه فقط الملاحظة المهمة اللي ننتبه لها، البت الأول أول واحد ينزل، يعني مو رأسا تجي رأسا تسوي لي هذا ويا اللي يمه اكسكلوسيف أور، لا، البت الأول هو نفس اللي بت الأول اللي هنا، شنو قيمته؟ هنا ينزل هنا، سواء واحد ينزل واحد، سواء صفر ينزل صفر. بس البت الثاني هذا حتى أطلعه من أطلعه هذا؟ هذا أطلعه من الأول اكسكلوسيف أور الثاني. يطلع هذا G2 مسميكم اياه على اعتبار جراي، اختصار لكلمة جراي.
البت اللي بعده اللي هو هذا مين اجيبه؟ اجيبه من الثاني اكسكلوسيف اور بي 1. شوفوا كل واحده من عندها كاتب لكم القاعده جواها. فخلينا ناخذ مثال يوضح هذه الحاله. كونفرت هذا الرقم بالباينري، حول لي اياه الى الجراي كود. هذا الرقم بمن؟ بالنظام الباينري. اجي اخذه 1001، هذا كتبناه 1001. شنو القاعده تقول؟ تقول احنا لازم ننتبه، هل انه احنا جاي نشتغل باينري لو جراي؟ احنا حاليا باينري، احنا بالنظام الثنائي ونريد نحول للجراي، لان بس يقلبها تصير بالعكس من جراي الى الباينري راح تختلف المساله، راح نشوف شلون. فاحنا حاليا باينري الى الجراي. القاعده ايش تقول؟ القاعده تقول اخذ اول بت اللي اسمه موست سيجنيفيكانت بت، هذا الام اس بي الموست موست سيجنيفيكانت بت، ونفسه انزله 1، اذا ينزل كوبي، وكانما هاي كوبي كاتب لكم هنا، وكانما عمليه استنساخ لهذا الرقم، نفسه راح ينزل. بعدين ايش راح نسوي؟ راح ناخذ هذا البت الاول نفسه واسوي له اكسكلوسيف اور وهي اللي بصفه. شوفوا هذه علامه الاكسكلوسيف اور، اذا 1 اكسكلوسيف اور 0 نتيجتها 1. هذه نرجع على التروث تيبل، اذا كان 1 اكسكلوسيف اور 0 المفروض النتيجه تكون 1. فاذا هنا 1 اكسكلوسيف اور 0 1. بعدين ارجع هذا البت 0 اكسكلوسيف اور 0، اذا بتين متشابهات ايش قد نتيجتهم؟ نتيجتهم 0. فاذا 0 اكسكلوسيف اور 0 0. بعدين 0 اكسكلوسيف اور الواحد اللي يمهم راح تصير النتيجه 1. اذا هسه الرقم تحول من الباينري من النظام الثنائي الى من؟ الى الجراي كود. شنو صار الرقم؟ كان 1001 هذا بالباينري، صار 1101 بالجراي. هذه نفس العملية بس بالعكس، راح تنقلب كلها، راح تنقلب إذا أريد أحول بالعكس من الجراي المن للباينري. يعني هسه وكأنما قلب لي السؤال، طاني إياه بالجراي وقال لي إيش قد يكافئ بالباينري، إيش راح نسوي؟ الموست سيجنيفيكانت بيت أيضا راح ينزل. القاعدة شو تقول؟ الموست سيجنيفيكانت بيت، بس انتبه وياي هنا العملية ترى معاكسة، هنا راح أحول من الجراي للباينري. الموست سيجنيفيكانت بت راح ينزل بالحالتين، سواء يعني بالباينري او بالجراي، اثنيناتهم راح ينزلون كما هما. هذا اول بت راح نسوي له كوبي وراح ينزل البت الاول. بس لما كنت سابقا بالباينري واريد احول للجراي، شنو كنا نقول؟ كنا نقول ناخذ هذا البت نفسه واسوي له اكسكلوسيف اور ويا اللي بصفه. هسه هذا اللي عليه هايلايت اللي هو اول بت، واسوي له هذه يمتي، هذه بحاله الباينري للجراي. الان بالعكس جراي الى الباينري، هل ايش راح نسوي؟ راح ناخذ هذا البت اول واحد واسوي له اكسكلوسيف اور ويا اللي اعلى من عنده. شوفوا هنا اتجاه السهم، يعني نتيجه هذه اللي راح تطلع عندي اور الرقم التالي، فيصير هذه اكسكلوسيف اور هذا. فواحد اكسكلوسيف، ايضا نخلي جدول الاكسكلوسيف اور ببالنا، واحد اكسكلوسيف اور الواحد نتيجته ايش قد؟ صفر. ارجع صفر هذا نفسه، هذا مو بعد ناخذ هذا، بعد ما نرجع على اللي بنفس الصف، لا اشتغل على الاسفل على النتيجه. الصفر اكسكلوسيف اور هذه الصفر حسب اتجاه السهم بالضبط، صفر اكسكلوسيف اور الصفر نتيجتهم صفر. استمر، هاي النتيجه صفر اكسكلوسيف اور هذا الصفر، ايضا صفر اكسكلوسيف اور صفر صفر. استمر، صفر اكسكلوسيف اور الواحد نتيجتهم راح تكون واحد، واحد اكسكلوسيف اور واحد حسب الجدول صفر، صفر اكسكلوسيف اور واحد واحد، واحد اكسكلوسيف اور صفر واحد، واحد اكسكلوسيف اور صفر واحد. فاذا هنا ننتبه، ترى هي العمليه ما بيها شيء، مجرد عمليه اكسكلوسيف اور، بس الموقع اللي جاي ياثر علينا موقع البت. هنا اخذت الموقع الاول، اول واحد نزل كما هو، واخذت النتيجه هي اللي عملت لها اكسكلوسيف اور ويا البت التالي، بينما بالسؤال السابق لا، هو البت نفسه ويا اللي بصفه، ويا نفس الصف احنا جاي نشتغل. شوفوا حتى هنا اتجاه الاسهم يتغير. فمسويت لكم في الجدول كقاعده عامه للحل هذه. اذا كان عندي الرقم بالديسمال واريد احوله، اذا كان بالباينري احنا نعرف نحول بين الديسمال والباينري ما عندنا بها مشكله، بس عندي مشكله من الباينري للجراي، دائما هذا البت نسوي زوم عليها حتى نفتهمها اكثر. هذه دائما البت نسوي له اكسكلوسيف اور ويا الرقم المجاور الاعلى من عنده، وبعدين تطلع ينطيني النتيجه للبت الثاني. يعني اول واحد ينزل كوبي، هذا الثابت، شوفوا هذا اللي صاير باللون البولد الغامق
يشوفون هذا أول بت وكأنما غامق، شنو معناته؟ نفسه، شوفوا حتى هذا اتجاه السهم، يعني أول بت هو جاي يجي نفسه، ما جاي نغير به. وين يصير التغيير؟ يصير التغيير بإيجاد البت هنا، هذا القيمة هذا البت الثاني. شلون نطلعه؟ نطلعه من الرقم هذا نفسه اكسكلوسيف اور المجاور إليه، وهكذا هذا المجاور إلى كل واحد ويا البت المجاور إلى إيش قد ما عدد البتات عندنا. فهاي شوي تنتبهون إليه، يعني شلون نحول من الجراي إلى الباينري أو من الباينري إلى الجراي. طريقتين للتحويل، لا ثالثة لهما، يعني ما بيها فد تريك أو فد فكرة أو فد لوفة، هي هاي. أما أنه إحنا أول واحد أنزله إذا كان عندي بالباينري انزل الموست سيجنيفيكانت واخذه ويا المجاور اليه، او اذا بالاتجاه المعاكس من الجراي للباينري اخذ النتيجه هي اللي اسوي لها اكسكلوسيف اور ويا الرقم المجاور. كل ما في الموضوع. فاكو واحد ما افتهم هنا شلون حولنا بالجراي الى الباينري او بالباينري الى الجراي؟ اكو احد عنده سؤال؟ لا دكتوره واضحه. واضحه. هنا عندنا رقم convert هذا الرقم بالباينري إلى الجراي، هذا الرقم بالعشري يعني point zero or point one one بالباينري، حول لي إياها للجراي. طريقة التعامل هي أول واحد راح ينزل اللي هو most significant bit صفر، راح ينزل الصفر. إحنا إيش قلنا إذا من الجراي العفو من الباينري إلى الجراي أول واحدة صفر راح تنزل، بعدين الصفر هذه الصفر اجي اسوي لها اكسكلوسيف اور ويا اللي بصفها، فصير صفر اكسكلوسيف اور الواحد واحد، بعدين الواحد اكسكلوسيف اور الواحد صفر، فطلعت الرقم صفر واحد واحد بالباينري يساوي صفر واحد صفر بالجراي، يعني 11 خلينا نقول هي 10 بالجراي. وهذه هنا ايضا ذاكر لكم هنا طريقه التحويل، هاي قلناها عمليه الجدول، يعني هذا خاف للي ما افتهم شلون عمليه التحويل. اول بت اللي هو الموست جاي ينزل نفسه كوبي، وبعدين العمليه جاي يصير مجرد اكسكلوسيف اور ويا البت المجاور اليه. هنا اذا اعطانا رقم بالديسيمال، هذا مثال اخر رقم بالديسيمال انتو جراي، حول لي اياه الى الجراي. هسه هنا عندي الرقم بالديسيمال، حول لي اياه للجراي. فاول شيء ايش راح نسوي؟ راح نوجد المكافئ له بالباينري. ايش قد المكافئ له؟ هذا رقم 10 بالديسيمال، شلون تنكتب بالباينري؟ تنكتب 1010، وبعدين اخذ هذا الرقم اللي بالباينري واحوله الى الجراي، اللي هي حسب الطريقه اللي قلناها. اول بت راح ينزل، هذا هو اول بت الموست سيجنيفيكانت بت، هذا هو راح ينزل كوبي اللي هو بهالشكل، هذا الواحد راح ينزل. بعدين اجي اخذ هذا الواحد اسوي له اكسكلوسيف اور ويا من؟ ويا الصفر، واحد اكسكلوسيف اور الصفر واحد. بعدين ارجع عليه نفسه، هذا صفر اكسكلوسيف اور الواحد واحد، بعدين واحد اكسكلوسيف اور الصفر، نتيجتهم راح تكون واحد. فبالتالي حولنا الرقم، شوفوا هنا التحويل من الديسيمال الى الجراي، من الديسيمال الى الجراي، يعني انا الرقم كان عندي بالديسيمال بالبدايه، فحتى احوله من الديسيمال الى الجراي حولته للباينري اول شيء، وبعدين تعاملت وياه بالطريقه اللي تعلمنا عليها قبل قليل، يلا قدرت احوله الى الجراي كود. فبالتالي العشره بالديسيمال هي معناتها واحد 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 بالجراي. هذا كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم، يعني شويه المحاضره يعني بيها افكار.